شكرا. فيلم جدحة، فيلم جديد، سان لون ميتراج. الفكره نتاعو جات من تصويره شفناها الناس الكل اللي هي دايلان لوكيو. دونك من غادي الفكره جات، قلت كان وليد قعد حي شنو يصير، فيكتيم تاع خلل اجتماعي، خلل عائله، البو اللي تخلى على اولاده وتخلى على عائلته باش يمشي يلوج مستقبل افضل ويخلي عائلته هنا، شنو يصير له؟ الاطفال من وجهه نظر وليد عمره 12 سنه، هي فصحى بصريه من عينيه، غضب طفل، غضب ضد تقول انت الناس اللي ما عمرهم واحد ما يغضب عليهم، الناس اللي ممكن نعطيهم برشا ثقه. هنا يظهر لي الأطفال كيما القدحة هذيك تنجم تشعل باش تعطينا الضوء وتولي لوميير وتنور وتنجم تطفى. ياسين تومسي سيتي ان كاستينغ سوفاج، دام ما يقارب عام، شفت ما يقارب 500 طفل. حتى بالصدفة تلاقيت أنا وياسين، جا مع أخوه اللي هو كان جابوه لي اسيستون بور لو كاستينغ. جي فيو ان انفون، ان انفون فراجيل، اون فراجيليتي، اون فراجيليتي اللي همتني واللي حبيتها واللي حسيت نجم نتعامل معها. وبالطريقه هذه بديت اخترته هو، عملنا ان اتوليي كي دوري شهرين ونص، اخترت اون ديزين دونفون وقعدت نعمل معاهم اون ريبيتيسيون تاع شهرين شهرين ونص. خذيت معايا اون اسيستونت اللي تتعامل مع الصغيرات بور لي كوتشي في كيفاش يحكوا كيفاش يتكلموا كيفاش يتحركوا، خاطر تعرف وليد صغير سي با ان كوميديان باش يعيش التجربه نتاعو بطفولته بهشاشته كيفاش يشوف الاشياء كيفاش يتعامل معها بلهجته. جي ادابتي الدور قدحه لياسين وياسين القدحه. تورناج طويل شويه، دام ما يقارب 8 جمعات. تعرفوا لي صغيرات ياخذوا اكثر وقت في التصوير، سي ان ديسبوزيتيف يلزم نكونوا احنا حاضرين تقنيا حتى في الاخراج في كل بلاصه باش الاولاد الصغار يبداوا صحاح وغيال قدام الكاميرا. معناتها الخمسه صغيرات كانوا صحاح، كانوا مقنعين وكانوا مشوا حتى لاخر الاكسبيريونس. كانت متعبه لكن شيقه. نحصلهم لاني كنت ديما نحب الدموع صحاح والضحكه صحيحه والغش نتاعهم صحيح. نطلب من جمال العروي او شامه بن شعبان او الكبار اللي خدموا معايا الممثلين الصباح يحاولوا يكونوا عندهم علاقه خاصه مع قدحه، يغشوا عليهم الصباح، ما يكلموهش، ما يخليوش يقعد بحذاهم. وهذاك الكل كنت نخدم عليه باش نحاولوا نخليوا قدحه في البسيكولوجي نتاع لا جورني هذيك. الكولابوراسيون اللي صارت في الفريق التقني والفريق الفني هو اللي خلى الوليدات يمشوا لاخر يوم تصوير. دونك انا يظهر لي في الوقت هذايا الامور متعكره. انا من نابل، في نابل ما فما حتى قاعه تخدم، معناتها كيفاش انا مش نعدي الفيلم في مدينه ما غير قاعه سينما. الفيلم قدحة متوجه للعائلة، معناتها يلزم يشوفوه صغار من 10 سنين، يشوفوه مع والديهم، يشوفوه وحدهم، لأنه الفيلم محاولة لفتح الحوار ما بين الصغار والكبار. فما دي سوجي تابو اللي الصغيرات يعتقدوا اللي هما وحدهم يحملوهم، لكن إذا يشوفوا الفيلم يلزموا يحسوا روحهم ماهمش وحدهم اللي عندهم المشكل هذايا، ويلزموا يتشاركوا في المشكل ونجموا نحكيوا فيه المشكل. هذا هو دور الفيلم، لانه ان فيلم يحكي المشكله اللي قاسيو فيها كل الصغيرات ومعظم الصغيرات يظهر لي في تونس، اللي الوالدين يقروا لاولادهم.